السلام عليكم. اهلين ابن عمي، وين كنت لهلا؟ ببيت اهلي، حطي لي لامي كثير جوعان. بين ما احط لك لامي فوت شوف خيريه، الك كذا يوم ما فت لعندها. اي والله معك حق. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو بك لك خيريه؟ ما عم شوفك غير قاعده لحالك. وانت شو فارق معك؟ إذا كنت قاعدة لحالي ولا مع سارة ولا مع النسوان؟ شو هالحكي هاد يا بنت الحلال؟ شو هالحكي هاد؟ أنت ليش جاي لهون؟ شو وين؟ مهدس، أنا بكره رايحة بيت أهلي. وكل الله حقك. ليك، القصة مو قصة عدل بين نسوانك أو لا، ولا إنه يوم عندي ويوم عندها. لا والله، بس قصة أكبر من هيك بكتير. ما تزروح عند سارة، قلبك هنيك خلاص، ما بتحس روح. رايحة بيت أهلي. شو هالحكي هاد؟ خير؟ شوفي ما تسمع بدي يعني، وأنا لازم روح بيت أهلي. أنت مو من معتز، أنت بدك تروحي مني. ورب العزة مو منك يا سارة، أنت بتعرفي غلاوتك بقلبي، وأنت بنت طيبة كتير، بس أنا ما بقدر أعيش مع رجال ما بيحبني. والقصة مو قصة نومي عندك ولا عندي، لا والله، بس ما تسمع بدي يحبني، وانا لازم امشي على بيت اهلي. اسمعي مني، خليكي اليوم هون، وبس يجي معتز نحكي معه انا وانتي. لازم امشي هلا على بيت اهلي. يعني شلون انتي وجود برات البيت؟ توعديني بس تهدي ترجعي على بيتك؟ والله غلطت بحقها كثير. سارة خلصنا بقى، اطلعي من الموضوع انتي. لا ما رح اطلع من الموضوع، كرمالي ابن عمي روح جيبها لخيرية. سارة خلصنا عم اقول لك. يعني الحق على خيرية؟ والله ما بعرف اذا الحق عليها ولا مو عليها. لا والله الحق علي. شو انا معتز؟ انا سمعت شيء من خيرية وجاي افهم، وما استنيتك لحتى تجي لعندي. ليش هيك عم تحاكيني للخاطر؟ معتز، لانه اول مره بسمع اختي عم تحكي بهالبحر. وشو عملت لي؟ لك لا، انت مكبره القصه، مكبره. لا ماني مكبره القصه، وانا جاي افهم، لانه خيريه ما عاد بدها اياك، وانا ما بدي تطلع سمع على اختي انه مطلقه. وانا جاي اعرف خيريه بشو غلطت، مع انه هي ما غلطت. خاطر خيريه ما عاد بدها اياني؟ لا ما عاد بدها اياك، فمشان هيك قلي شو صغير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا تعوق. شو ليش ما رحت على الحمام؟ لاني ما رحت على الحمام. بطلت سيدي، خلصنا، كسرنا الدف وبطلنا نغلي بالحمام. خير خير خير، صار شي بينك وبين خالي؟ لا تزعل مني ابو العز، خالك دخنها، دخنها كثير ما في كلام. ايوه، وبشو دخنها؟ يا رجل رحنا على الجامع حضرنا درس بعد صلاة الظهر، أيام الدنيا وقاعدة فوق راسي، تقول حرقت الحارة أنا؟ وأنت ليش لا تحضر الدرس بعد صلاة الظهر؟ حضره بعد صلاة العشاء، يعني خالي وبتعرفه، مين بده يضل معه بالحمام؟ لك لمين عم بحكي أنا؟ إيه طبيعي تصف مع خالك. خالي معه حق، وأنا صفيت مع الحق، وأنت اللي شايل الحمام عبدو، فهمها هي؟ أخي لاني شايل الحمام ولاني شايلني. قلت لك كسرنا هالدف وبطلنا الغني. بكفيني شغل البايكة مكيف ومروق فيها.
ويا سيدي خالك مفضل علي ولحم اكتافي من خيره منيحك. طيب صلي على النبي، هلا صلي على النبي، كل شيء بينحل. اللهم صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شو رح تعمل إن شاء الله طحين؟ طحينات خلص من بكرة إن شاء الله، هيك أنا بعمل لي فتلة برمل دبر حالي. أنا خليني أمشي شوف الشباب شق على البايكة وعلى الشغل، عود عليكم سيدي. قول يا رب. يعني بيني وبينك أبو العز، خالك أبو قاسم زودها شوي، يعني ما فيها شيء إذا أبو كرم دخل له قصة. بعدين كلياتنا بنعرف إنه عبده طول عمره بيشتغل بالحمام، وهو قايم شغل الحمام كلياته على كتافه، مظبوط عم بحكي ولا لا؟ مظبوط. خالي أبو قاسم معه حق، وعبده معه حق، وخالي بيحبه كثير لعبده. معلوم بيحبوه. أخي الله يفرج بيناتهم، بس يعني ما فيها شيء إذا خلاه يروح ياخذ درس دين، مظبوط؟ يا بشير، خالي أبو قاسم زلمة كبير بالعمر وما له قد حمل الحمام، عرفت كيف؟ ما بعرف، منه لإله يصطف له. مسيك هدول حق الطحينات اللي جبتهم. شرف معوضين إن شاء الله. علينا وعليك. شفتنا هدول أصحابه؟ إيه معلوم شفتهم. في فرنين بدهم ياخذوا من عندك طحين، واحد بالصالحية وواحد باب السريجة، بدهم كل يوم منا كيسين. اتفقنا؟ اتفقنا. ما قلت لي مين بده يودي طحينات للفران؟ لك شو مين بده يوصل؟ متفق انا وعبده هو بده يستلم القصة. ابو العز الله يرضى عليك، لازم ما تاخروا على الفران بالطحين، لازم كل يوم يصل الطحين بالليل، لانه معلومك الفران بتعجن الصبح بكير، مظبوط؟ لا تاكلها. على بركة الله. منور بوجودك تقبريني، وين جود؟ ليش ما ركت تسلم علي مثل العادة؟ شبكي سارة؟ جود صاير له شيء؟ لا مرت عمي بس خيري يا حرداني. حرداني؟ من ايمتى؟ صار لك كذا يوم. وليش ما قال لي معتز؟ والله ما بعرف، انا قلت له يخبرك. عادي عادي احكي لي شو اللي صاير. اوا شو عم تحكي انت؟ اي والله حتى مو اكل هم ابنه، مدري شو صاير له، جانن هاك. لك شفته بالسوق اليوم ولا جاب لي سيره ولا حكى؟ الله يخليك تروح تشوفه. بوس ايده. اعطيني بس. يلا تفضل يا ابي. تفضل ابي. انا ما رجع يا عود، جاي لك انتين بدي اياك تسمعهم منيح الله يرضى عليك. خير يا ابي؟ خير يا شباب. شباب خير يا ابي؟ شو قالي؟ ابي انا اللي عم اسالك، ليش مزعلان شباب؟ يا ابي ما بتزبط معي، انت بتعرفني وبتعرف طبعي كثير منيح، هذا اللت والعجن تبع النسوان ما بزبط معي. والله ما بزبط معك؟ شايفه ظابط معك مع شديده والله. لا والله يا ابي مو هيك. لا هيك وستين هيك. ولك هي ام ابنك، بتعرف شو يعني ام ابنك؟ بعرف يا ابي والله بعرف، بس يعني اطلع والناس لنا يا بناء نا نا والله انا مو هيك، ما فيني اتحمل. ما فيني اتحمل ما هيك. لك ابي الله يرضى عليك، بدي اعطي اذن لوحدي، بدي اعطي اذن لغيره. يا ابي انا ما غلطت. ما بتكون رجال اذا ما شفت غلطك. لا تنح. هي مو طايقه شيء هون يا ابي، مو طايقه شيء. هي طايقه كل شيء الا حالها. ولك انت مخليها مو طايقه حالها، لا هون ولا هنيك. يخرب بيتك من حالك. لا حط حالك محلها. لك صبح هو مسا مشاكل. لا عمر والله مو سيرة، لا معاملة مثل عالم الناس، ولا أخذوا عطا ولا قاضي على الأكل ولا على الشرب ولا على شيء. لك فوق أعطيها فأية. هي حكت لك الحكي؟ هي ما حكت شيء. شعر قدامك لحشة حجر بتصير عندها. روح روح سلام. ماشي ماشي مثل ما بدك بصير، أمرك لنشوف. مو لتشوف، شوف له بكرة. بكرة من عند على بكرة بتصبح عندهم من هنيك. لا تستسمحها كلمة واحدة بس بتقلها. شرفي لبيتك ومطرحك. لوين؟ لبيتك ومطرحك. فوت انت وياها لهون، اقعد انت وياها بهالمخدع تبعكم، واقعد اشلي انت وياها قد ما بدك، خذ واعطي قد ما بدك، اختلفوا قد ما بدك، تفاهموا قد ما بدك. انت وياها بينك وبينها الله، ما في غيره. شوف لك مشاكل لا تخليها تطلع برا. انت عندك حرمتين، كل واحدة عندها صرخ. مشاكل اطلعت برات البيت عم يصير صعب ترجع. ما بترجع انه بتكبر، نقدر في باب يحملها لترجع. فهمت هاي؟ يحطها براسها. فهمت امرك. استغفر الله العظيم.
اعطيته لأب جودك بعدين؟ لك ايه اعطيته، طعم التم تستحي العين، كيف بدنا نسترج ومن شطته ومن خرزه، ابو جودات رسماله شغلي لمتين بس. سلام لله. السلام على اللي بيستاهل السلام. لا 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 لا. شو هذا اللي عامله لك نمس؟ مو عيب عليك تفتحوا لأبو زعتر بنص الحارة؟ تخلي يسوى ما يسوى يشرشحوه؟ الله يسامحك، هلا نحن ما بنسوى؟ والله عرفت حالك بحالك، شحك عين الله حولك وحواليك. وانت بلا صغرة ليش كتير محمو على أبصافك؟ توزن كلامك أحسن ما ربي فيك الحارة ولا أجدع. أيوة أجدع. شوف لك علي، لازم تعرف كتير منيح إنه زدبتي معك هي نوع من الذكاء، فأوعك أوعك تخليني استعمل معك ذكائي وقتها بتعرف قديش أنت أجدع. تعال ورشاك. النمس اللي ما بتسوى فلس زيك يوم وحياة الخالق ما ينفعك يا معتز. امشي امشي نمس امشي امشي. مين؟ انا معتز اختي. ابو كرم هون؟ ايه يلا تكي نادي لك. إن شاء الله لا تواخذني يا أبو الجود، بس هيك راحت علي نومي لأنه حكي امبارح تأخرنا بعد صلاة الصبح، هيك أخوك سمع استلم دعاء وبعد منا ورد جديد هيك خيو هيك يعني شغلة شغلة سمعه صاير شغلة تاخذ العقل. أيوة يلا يتقبل منك ومنه ويفتح علينا وعليه. آمين على جميع أمة محمد من دمك لباب السماء. صحي لك أبو العز، ليش ما عم ضل معنا بعد صلاة الصبح؟ عبدو اللي الطحين بدنا نوزعه، دافعين مصاري نحن، نسيت؟ والله راح عن بالي، مشان الله لا تواخذني ابو العز، خلص من بكره الصبح بكير وبنزل بعمل لي فتله على الفراغ. لك شو هي من بكره الصبح؟ مو بشير اعطانا اسم فرنين مشان تاخذ لهم؟ لوك 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 لوك. والله راح عن بالي، مشان الله لا تواخذني يا ابو العز، حاكم الشغل لفوق راسي. يعني خلص بكرة بنزل باخد طحين وببيعن لهدول الفرنين خص نص بإذن الله. توكل على الله. أبو العز بدي أحكي معك هيك جوز كلام بسالفة. قول. مشان سمعه. شو بسمعه؟ سمعه يا معتز، أول شغلة ابن حارتنا وصاحبنا، تاني شي الله فاتح عليه لك صاير رحماني 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 فوق ما تتخيل. يعني أنا قلت بأعلي إنه هيك يعني ناخدها فتلة برمي هالقصة يعني ونحل بينه وبين المحروسة إختك. هو حكى لك شيء؟ شهيد الله ما فتحت أمه بحرف معي، بس أنا هيك مني ومن حالي يعني قلت بمون عليك وفوت بيناتكم وساطة خير. إيوه إيه ونحن بنقبل إنك تكون وساطة خير، بس لشغلة واحدة، سمعه يطلق أختي لأنه اللي عمله ما بنعمل منوب. فهمت علي يا عبدو؟ الله يقدم اللي فيه الخير. شو كاتب ربك يا محلاه؟ ومخلي طريق. شو اعمل يعني؟ تف من تمك لك امي، شو تتطلق ما تتطلق؟ شو انتو نسيانين انه عندكم ولد؟ القصة لا على كيفك ولا على كيفها. بعدين تعال هون انت، ليش ما عاد فرقت معك خيرية؟ يا مو وصلت ما عاد فرقت معي خيرية، بس هي مكبرتها كتير للقصة. ايه بس بدل ما تحترمها وتقدرها وتدللها عم تزيد على قلبها؟ طيب شو نعمل هلا يا ماما؟ كيف بدها ترجع خيرية؟ روح تيسر انت على شغلك، انا بروح لعندها وبحكي معها، بس انت شيل سيرة الطلاق من تمك. امرك يا ماما. رضاكي. الله يرضى عليك امي. مهونة امي، الله معك. لك دلال؟ يا مو دلال، خلصتي؟ يلا يا مو يلا. لك لسه ما فضيتي البندورة قاعدة عم تسمعي ما هيك؟ بدك تروحي هلا يا مو؟ لا، بعد الغدا بروح. يا لطيف هرجال لك امي، ما في اسهل من كلمه الطلاق على لسانه، تقولي مثل شربت المي. الا انا يا مو جوزي ما عم يرضى يطلقني، لك اضرب على حظي. طولي بالك امي طولي بالك، يلا خلصي دلال عندي 100 شغله. ها حاضر يا مو حاضر. وردي حمراء، يعني شو كان لو كانت هذيك الورده خضراء؟
مغبرة قامي ناعمي لها حلي تمه يا رزا يا كريم يا بقول على المغبرة جاي وراكم بقولي مس اهلين اهلين اخي مزيان اهلين مشكوبي ايش عم تعمل؟ والله شوفت عينك عم وحد ربي امشي معي على المخفى عشان من الشغله خيل عليك والله احسن من خلطه ابو جوده لا عشيرت ابو جوده انت مالك صاحبي يا مزيان طبعا صاحبك الك ولا للديب خس الديب ايش بدك لمس قل لي ايش بدك ولك الله محييك ومحيي حلب وكل شيء من صوب حلب لك انا معك للموت ايش بدك بصير قل لي ايش بدك بدي منك ضبط من المخفى ضبط مين؟ ضبط أخي الواوي يوه. خلاص انت امشي معي على المخفى تمام؟ ونحل القصة بشربك شغل كتير طيبة بشربها بحلب نحن شاي بحليب أخي مزيان هلأ الحليب اللي مشربه حليب غنم ما هيك؟ ايه طبعا معناتها أولادهم الخواريف الصغار بصيروا اخواتنا برضاعة ايه ايه ومعناتها اللي عم تضحي فيه بالعيد وبتذبحه وبتعرف شو بكلك اخوي صلاة محمد انا لله وانا اليه راجعون الشاي لبين ما اشوف ولاد ابو جوده انا بتسوي لك شاي ليي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 ي
سدادة سدادة لك عند عفلك شو دخل هي على ايه؟ يخرب بيتك اللي عم ضربها راديو جاي على بالي نزلك لتحت ضحك فلق من كعب الدست تسترجي؟ انا اللي بسترجي بيطلع من قلبك ايه بيطلع من قلبي عمو ابو جودات حرام تضرب العالم يلي بيضرب العالم الله بياخده على النار مزبوط بيضرب الناس الله بياخده على النار بس اللي بيضربك انت خص نص بيروح على الجنه لكن انا يا ضلالي دفعني 50 ورقه حق الضبط تبع اخوك وما بتجي بتاخده ولا بتدفع لي حقه اه هون حطنا الجمال وين الضبط شحه بالدرج ارجيني علاء حبيبي اطلع بال 50 ورقه بالاول ارجيني بارجي عم قلك اطلع بال 50 زباله ابو جودات زباله المصاري زباله بيناتنا نحن مصاري يا سلمه شو ما في ثقه بيناتو لا حبيبي شي تكون في مصاري انا بيعمل بسهق معك حق ابوك ما بينوثق فيه عيل خلص ولك عيل هذا بدي اسال له هيك سمعتكم انتم بالعيله شباب خلص خلصت ابو جودات من اخره انا النمس ما بشتري سمك بالمي وانت بتعرفني ماشي ليك ها سيك هات لشوف ما بدي دفع عليك رام بعيد العيد كان يوم خميس؟ ايه يوم خميس شلون يوم خميس؟ كل الناس عم تقول انه يومك كان جمعة خميس ولا؟ كمان عندي شغل خلصنا نضرب على البكارة لا ابو جودات يومك كان جمعة كل الناس عم تقول يومك كان جمعة شوف ابو جودات هيك ما بيمشي حال معي بدك تاخذني بالهيلمة وراء بسرعة وما بعرف شو هاي حركاتك ما علي بدي اخده وروح وراء مهلي بالبيت ما فشرة؟ عم تضحك علي ولا؟ ابو جودات هاي قصة مو سهلة لازم اخده وراء على اقل من مهلي بتعرف هيك شغلة يمكن يصير فيها الدم للركب لازم اخده وراء عندي بالبيت اطبحص اطبحص لي على كيفي فاعل 50 ورقة وخده اطبحص واطمحص وتجعص قد ما بدك ايه ماشي إذا كان هيك رح روح وصلنا هلا لعند الأستاذ زهدي وبعدين برجع لك شو بدك أستاذ زهدي؟ بعدين بقول لك خلي الضبط عندك خليه ينفعك لشوف شو بده الواطن أستاذ زهدي؟